لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. قال ابن جرير رحمه الله، يقول تعالى: ذكره أثبت ذلك في الكتاب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا، يقول أثبت ذلك في الكتاب ليجزي المؤمنين بما وصف، وليجزي الذين سعوا في آياتنا معاجزين. يقول وكي يثيب الذين عملوا في إبطال أدلتنا وحججنا معاونين. أظنها ممانعين، لكن هي مكتوبة معاونين. معاجزين أي يعاجزون الأنبياء وأولياء الله، أي يقاتلونهم ويمانعونهم ليصيروهم إلى العجز عن أمر الله. فلان يعاجز عن الحق إلى الباطل، أي يميل إليه ويلجأ إليه. يقول وكي يثيب الذين آمنوا، وكي يثيب الذين عملوا في إبطال أدلتنا وحججنا معاونين، يحسبون أنهم يسبقوننا بأنفسهم فلا نقدر عليهم أولئك لهم عذاب. يقول هؤلاء لهم عذاب من شديد العذاب أليم، من شديد العذاب الأليم، يعني بالأليم الموجع. عن قتادة قوله وسعوا في آياتنا معاجزين، أي لا يعجزون، أولئك لهم عذاب من رجز أليم. الرجز سوء العذاب الأليم الموجع. عن ابن زيد في قول الله والذين سعوا في آياتنا معاجزين، قال جاهدين ليبطلوها، ليهبطوها أو يبطلوها. قال وهم المشركون. يهبطوها لأنها عالية، وكلمة ربك هي العليا. كلمة الله هي العليا، فيهبطوها يعني يجعلوها مغلوبة. يقول وقرأ لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يقول تعالى ذكر أثبت ذلك في كتاب مبين، ليجزي الذين آمنوا والذين سعوا في آياتنا ما قد بين لهم، وليرى الذين أوتوا العلم. فيرى في موضع نصب عطفا به على قوله يجزي، في قوله ليجزي الذين آمنوا، عنا بالذين أوتوا العلم مسلمة أهل الكتاب كعبد الله بن سلام ونظرائه الذين قرؤوا كتب الله التي أنزلت قبل الفرقان. فقال تعالى ذكره وليرى هؤلاء الذين أوتوا العلم بكتاب الله الذي هو التوراة، الكتاب الذي أنزل
إليك من ربك يا محمد هو الحق. الكتاب الذي أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق. وقيل عني بالذين أوتوا العلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتادة: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أقرب الله عنه. فإن مسلمة أهل الكتاب قلة أحد. قوله: ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، يقول: ويرشد من اتبعه وعمل بما فيه إلى سبيل الله العزيز، العزيز في انتقامه من أعدائه، الحميد عند خلقه، فأياديه عندهم، نعمه عندهم ونعمه لديهم. وإنما يعنى أن الكتاب الذي أنزل على محمد يهدي إلى الإسلام، صراط العزيز الحميد وصراط الله هو دين الله والإسلام. وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ يقول تعالى ذكره. وقال الذين كفروا بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم متعجبين من وعده إياهم البعث بعد الممات، يقول: قال بعضهم لبعض: هل ندلكم أيها الناس على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ يخبركم أنكم بعد تقطعكم في الأرض بلاء، مصدر بلا، بل يثوب بلا وبلاء. يقول: بعد تقطعكم في الأرض بلاء، وبعد مصيركم في التراب رفاة، عائدون كهيئتكم قبل الممات خلقا جديدا. عن قتادة: وقال الذين كفروا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزقة؟ قال ذلك مشركو قريش والمشركون من الناس: ننبئكم إذا مزقتم كل ممزق، إذا أكلتكم الأرض وصرتم رفاة وعظاما وقطعتكم السباع والطير، إنكم لفي خلق جديد، ستحيون وتبعثون. قال ابن زيد: إذا مزقتم، إذا بليتم وكنتم عظاما وترابا ورفاة، وذلك كل ممزق، إنكم لفي خلق جديد. قال: ننبئكم أنكم مركسر إن ولم يعمل لينبئكم فيها، ننبئكم، ولكن ابتدأ بها ابتداء لأن النبأ خبر، ننبئكم بجملة إنكم لفي خلق جديد. لو كان مردود على ينبئكم أنكم في خلق، فالكسر في إن لمعنى الحكاية في قوله ينبئكم دون لفظه، كأنه قيل ينبئكم يقول لكم إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا. يقول تعالى ذكره مخبرا عن قيل هؤلاء الذين كفروا وأنكروا البعث بعد الممات بعضهم لبعض معجبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في وعده إياهم بذلك. أفترى هذا الذي يعدنا أن بعد أن نمزق كل ممزق في خلق جديد على الله كذبا؟ أفترى هذا الرسول، يعني هذا محمد صلى الله عليه وسلم، على الله كذبا فتخلق عليه بذلك باطلا من القول وتخرص عليه قول الزور. يعني يقرون بوجود الله ولكن يقولون أنت افتريت على الله الكذب في دعوى البعث. يقول: أم به جنة، يقول أم هو مجنون فتكلم بما لا معنى له. أعوذ بالله.
عن قتادة قالوا تكذيبا أفترى على الله كذبا؟ قالوا إما أن يكون يكذب على الله أم به جنة، وإما أن يكون مجنونا، بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. قال ابن زيد: ثم قال بعضهم لبعض أفترى على الله كذبا أم به جنة، الرجل مجنون فيتكلم بما لا يعقل. كم أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. يقول تعالى ذكره: ما الأمر كما قال هؤلاء المشركون في محمد صلى الله عليه وسلم وظنوا به من أنه افترى على الله كذبا أو به جنة، لكن الذين لا يؤمنون بالآخرة من هؤلاء المشركين في عذاب الله في الآخرة وفي الذهاب البعيد عن طريق الحق وقصد السبيل، فهم من أجل ذلك يقولون فيه ما يقولون. قال ابن زيد: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. العذاب عذاب الله في الآخرة، في الضلال البعيد بعد عن الحق. قال ابن زيد: قال الله: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أمره أن يحلف لهم ليعتبروا، وقرأ: قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، وقرأ: قل بلى وربي لتأتينكم، وقطعت الألف من قوله أفترى في القطع والوصل، ففتحت لأنها ألف الاستفهام، ما أش في الوصل افترى، هي أفترى. نظيره: سواء عليهم أستغفرت لهم، أستكبرت أم كنت من العليم، أصطف البنات على البنات. قل قولي هذا أستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.